يا كابتن شريف، ألف مبروك. فوز يعني مش عايز أقول فوز سهل، ولكن فوز مستحق للنادي الأهلي. أولا ألف مبروك. إحنا دايما بنتمنى كل حاجة، بنتمنى الأداء، بنتمنى النتيجة، بنتمنى كل شيء لأسباب الدنيا كلها عارفاها، لرسائل إحنا بنبعتها لكل الفرق اللي حوالينا. انا هقولك من دلوقتي ان شاء الله ماتش المقاولين العرب، ها لازم تكسب مكسب زي ده وتنهي الدوري. انا بقولك سيبك بقى من ماتش افريقيا النهارده ده، انا بقول لحضرتك تكسب ماتش المقاولين العرب، الدوري خلص خلاص. لازم اللعيبه دي تركز في الماتش بتاع المقاولين العرب ده، وانسى ماتش، ممكن اقول لك حاجه، وانسى ماتش جنوب افريقيا خالص دلوقتي. انا ما بقاش بلعب النهارده وهفكر لسه في جنوب افريقيا عشان بطوله افريقيا. ماشي. انا عايز الدوري يوم الثلاثاء يخلص مع فرقه المقاولين العرب. ماتش المقاولين العرب اصعب من ماتش انا لسه بحضر لك التحضير ده ليه، بقول لك ليه الماتش النهارده. انا لسه بقول لحضرتك ليه كده. ايوه. ها ايوه، اللي احنا شفناه النهارده ده ما حدش يرجع بقى يجي يقول لي انا بدور وبريح اللعيبه وفلان ده اما اجي ما لاقيهوش في اللعيبه اصلا اقول لك اصل عنده اجهاد، وفلان ده اصل كذا. النهارده في حاجات شواهد كتير قوي انت نجحت فيها مع فرقه الحقيقه احنا كلنا عارفين، بل افريقيا كلها اللي عارفه، بل هم نفسهم اتكلموا عن انفسهم وقالوا ان احنا بعاد خالص السنه دي عن اي مشاركه او اي تنافس. انا بس عايز اعرف الجول اللي احنا جبناه في الدقيقه 90 ولا في الدقيقه كام؟ 92. 92 يا اسامه. الجول ده ما الكوره سهله اهي. دي من صعب. انا بقول لك ليه الجمله دي؟ مش بقطع ولا بقول الاهلي حلو ولا الاهلي وحش. طب ما هو يا ايمن الكوره اهي على مدار ال 90 دقيقه تقدر في كل ربع ساعه تعمل كورتين ثلاثه من دول، مش هقول لك كل خمس دقائق بسهوله مع فرقه زي مع كل ربع ساعه. يبقى انا عندي ايجابيات النهارده، بتفرج على شواهد دخول لعيبه واعده، لعيبه عايزه ثقه بس انها تبقى موجوده، لعيبه عندها امكانيات، لعيبه عايزه تبقى موجوده في الصوره معانا. ليه؟ لحاله الاجهاد اللي انت بتتكلم عنها، لحاله الاصابات، لحاله الايقافات، لحاله الثلاث اربع دوريات اللي انت بتتكلم فيهم، بتتكلم في كاس نهائي كاس اللي جاي، بتتكلم في دوري عام، بتتكلم في بطوله افريقيا اللي انت بتحاول انك انت توصل، واما بتوصل بيبقى لك شكل تاني وانياب تانيه خالص. احنا النهارده بنتكلم ان احنا عندنا البيز موجود، الاساس موجود، انما التفكير والتركيز بعيد قوي يا كابتن. النهارده احنا بنتكلم في اول شوط كسبانين 2-0 على فترات من خلال الشوط الاول. الشوط الثاني انت هل استكفيت ولا انت مش قادر؟ ده سؤال رد عليك الجول الثالث. الدنيا سهله جدا، انا لو بلعب بالمفهوم ده واللعيبه بتفكر في الملعب واللعيبه بتتحرك في الملعب، انا كل 10 دقائق اقدر ابهج جماهير النادي الاهلي واقدر اخض كل الفرق اللي انا بلعبها بسهوله جدا. ايه اللي حصل؟ لاعب مسك الكره ولاعب اتحرك له ولاعب عمل باص سليم ولاعب تاني جه من الناحيه التانيه قطع وعدت من اصلا من راس الحربه اللي موجود راحت للجاي الهاف ليفت الهاف رايت وراح حاططها ببطن رجله يملك الامكانيات. فاحنا عايزين ناخد الايجابيات دي النهارده. وسيبك من الحديث بقى عن مباراه قطن كاميرون، اذا كان القطن يستطيع او انت بتنافس، احنا قبل ما بنلعب قلنا هنكسب 3 4 قبل ما نبتدي. ليه؟ لان الشواهد موجوده، لان احنا النادي الاهلي كمان. بس انا علي معلول مش هيلعب ماتش مقاولين ولا ايه؟ ليه 90 دقيقة؟ عشان مسك كمل لحد الاخر. ليه علي معلول وفي عندك كذا حد كان ممكن يلعب فيه. وليه العب بثلاثة باربعة ورا النهارده انا؟ ده انا اقدر اطلع علي معلول واحط اي تغيير انت عملته في نص الملعب ونبقى بنلعب 3 4 3. بس سهلة قوي يعني. بس دي مش بتاعتي. عايز اقول لك حاجة بس. دي مش بتاعتي. انا عايز اقول لك حاجة في مباريات يا ايمن في المنطقة دي يبقى فيها تفكير معين انت ممكن تحتاجه. لو تاخرت بهدف مع فرقه تانية وعايز تهجم بثلاث فراوده واربعه في نص الملعب وثلاثه باكنج ليك ولازم تضغط. انا اللي شفته النهارده ان انت لما الكره بتطلع من الدفاع لوسط الملعب عندك وبعدين بيفكروا يروحوا الناحيه الثانيه دفاعك واقف ورا لسه ايمن ما بيطلعش مع دي غلطه فظيعه بتحصل. دفاعك بيفضل عامل سبيس لورا، الكره لما تعمل بتخش نص ملعبك بيبقى ظهره فاضي، عشان كده الكونتر اتاك بيعورك والناس تلاقي مساحات تجري فيها. فدي حاجة برضو أنا بتكلم فيها، بتفرج النهاردة في مباراة بعتبرها تمرين للمباراة اللي جاية. أيوة. فمبروك أولا
وثانيا ان شاء الله يوم الثلاث مبروك باذن الله وننهي بقى موضوع الدوري ده لان كله هيجي له الاحساس ده باذن الله بعد ما تكسب. بس ماتش صعب خلي بالك. ايه؟ ماتش الثلاث مفيش ماتش صعب. لو بتلاعب النمره 16 في الدوري مفيش ماتش قدام الاهلي سهل. ده انا بكلمك عن المقاولين العرب شكلا وموضوعا، بقول لك تكسب المقاولين العرب الماتش الجاي عشان تقول انا خلاص انسوا البطوله دي، والولاد كمان يبقى عندهم الثقه في الكلام ده، وتخش بقى على بعد كده ايه السيناريو الجديد اللي انت سهل جدا انك تروح تكسب في جنوب افريقيا. في ايدك، في ايدك جدا انك تكسب، انما بالبطء اللي بطلع بيه من ورا ومفيش تدعيم لنص ملعبي ونص ملعبي بيدور على فراودتي واحنا الثلاث خطوط مش كومباكت كده مع بعض، هو ده اللي احنا هنتكلم فيه وهو ده اللي احنا نقول فيه، لابد ان يكون هكذا. بس مبروك النهارده، مبروك الاهداف، مبروك عوده الثقه لبعض اللاعبين، مبروك لقندوسي الهدف اللي جابه، تتمنى البرسي واتمنى لطاهر، مبروك طاهر رافت خليل اللي الدنيا كلها مراهنة عليه من ايام وهو اصغر من كده كمان. فبالتوفيق ونشوف الاحسن ان شاء الله يوم الثلاث ومبارك لبعض ان شاء الله رب العالمين باذن الله.